ما الهدف من اقتراح إسرائيل منح جوازات سفر إسرائيلية لأكثر من 20,000 فلسطيني يسكنون في القدس المحتلة؟ وكيف ستتعامل السلطة الفلسطينية مع قرار إسرائيل اقتطاع أموال المقاصة؟ ما أهداف وأبعاد مشاركة الرئيس محمود عباس في قمتي العقبة والقاهرة؟ وما الذي يحضر له بعد أن عادت العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل؟ شؤون فلسطينية الليلة 8:30 مساء بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.